دكتورة داليا فريد، استشاري أمراض النساء والتوليد. هدي كلمة صغيرة كده هوت بين قوسين لكل زملائنا الأطباء اللي متخصصين في أمراض النساء والتوليد، اللي ممكن يكونوا في بدايتهم وهما زملاء، وأكيد في يوم من الأيام هيبقوا أطباء كبار زي ما احنا شفنا أساتذتنا والأطباء الكبار اللي اتعلمنا منهم كتير قوي. When it is mandatory to do cesarean section، إمتى يبقى لازم أعمل قيصرية وما طوعش برضو عقلية الأم أو الأم الحامل اللي هي لسه بتقول طب ما تحاول معايا طبيعي، طب ليه مش طبيعي، وما جازفش وما خدش المخاطرة إن أنا أقول لا طب ما نجرب معاها طبيعي. لا، إمتى أخد القرار خلاص أنا لازم أفتح قيصرية دلوقتي حالا؟ الولادة القيصرية فيها حاجات مهمة جدا بتتاخد قبل، أو نقط مهمة جدا لازم نتبعها قبل ما ناخد هذا القرار. أول حاجة، صحة الجنين كويسة؟ هل صحة الأم تسمح بالولادة الطبيعية ولا لازم أخد قرار قيصرية؟ هل أنا لو استنيت على الأم دي طبيعيا الجنين هيتأثر ولا لأ، أو الأم تتأثر ولا لأ؟ دي حاجات مهمة لازم أفكر فيها. Never think about normal vagina delivery when you have antepartum hemorrhage. اوعى تفكر أبدا إن أنا أقول إيه ده في نزيف، في دم نازل على الأم، بسرعة أجري أولدها طبيعي. لأ طبعا، take the decision ولازم على طول نفتح قيصرية حالا. Anhydramnios اللي هو يعني ما فيش مية خالص حوالي الجنين، لا ساعتها لازم أشوف أقرر البيبي ده الهيلث بتاعه كويس ولا لأ، الويلبين كويس ولا لأ. ساعتها ما فيش داعي أن أنا أخاطر بوجود الجنين داخل بطن الأم بهذه الصورة، ولازم أفتح قيصرية. فالو بلفيك ديسبروبورشن، ما ينفعش مطلقا أن أنا أبقى عارفة أن حوض العظم بتاع الأم ضيق وأخاطر براس جنين كبيرة وأقول لا ما يجراش حاجة، ممكن تنزل بفورسبس اللي هو يعني ما بقاش نستخدمه خالص، أو بالشفاط اللي هو كنا بنستخدمه زمان، أو الكيوي دلوقتي we do use it بس in certain cases. طبعا برضو لازم ما ناخدش قرار الولادة الطبيعية لما ألاقي اللي هم عندها medical health مثلا في الهارت، عندها cardiac problems أو عندها problems في أي medical issues ممكن تعمل لها deterioration أو تأفكت medical health بتاعتها في سبيل إن أنا أولدها طبيعي. لا، we have to advise. Counseling كويس جدا، ده أهم حاجة، إن أنت إزاي تشرح للأم وجوزها وأهلها كويس جدا وضع الأم دوت علشان أقدر أولدها قيصرية بصورة هي تكون كويسة والبيبي كمان يكون كويس وكلنا نكون سعداء بالنتيجة اللي هنطلع بيها. لازم تعرف إمتى هتاخد قرار القيصرية بدون تردد، والقرار لازم يكون صارم وحازم بدون أي تردد سواء مع الأم أو الزوج أو الأهل، عشان ده قرار مصيري لحياتها وحياة الجنين. أشكرك.